عدنا مجددا أعزائنا المشاهدين. نعم احنا على الهواء. عدنا مجددا أعزائنا المشاهدين لنستكمل حلقتنا الخاصة. أنا أشاهد قبل قليل يعني لفت نظري المكان الجميل اللي بجلس عليه ضيفنا عازف الربابة الشاعر سلطان المطيرات بهذه الوصلة الجميلة وهو بجانبنا حقيقة وإحنا مشاهده على شاشة الفيديو وول. سمر ممكن نصبح على سلطان طبعاً وأكيد سلطان يعني في شيء نعم. ويعني بعض التراث الذي يعكس برضو الحالة الاحتفالية لشعب هذا الوطن بهذا العيد، عيد الاستقلال 71. احنا اليوم عم نحتفل فيه، حيكون في احتفالات طبعا بكل انحاء المملكة، اليوم في احتفال شعبي وفي احتفال على مستوى ديوان الملك العامر، واحنا هنا في حلقتنا ايضا نحتفي ونحتفل بعيد الاستقلال المهيب والجميل. سلطان تفضل يا سلطان. يا هلا، الله يسعد صباحك، صباح اخونا عدوان، كما صبح على الوطن الغالي وعلى قائد الوطن أبو الحسين أدام وحفظه لنا، وكمان أهنأ الوطن بعيد الاستقلال وأهنأ جلالة الملك. وفي هذه المناسبة أقول الروح ترخص للبذل دون الأوطان، لا روحت خيل المعادي مغيرة، نبذل لجل حب الوطن كل الأثمان، دون الوطن ما ننتسب للعشيرة، واليوم باستقلالنا يم عمان سارت ركايبنا تسابق بشيرة، قاد المسيرة من سلايلك حيلان، عبد الله الثاني عقيد المسيرة، حنا من الأردن لو كان ما كان، بسلاحنا حشو المراجل ذخيرة، ندعس إذا هاج وغى كل شيطان، والدار ما مثله بالديار ديرة، والدار ما مثله بالديار ديرة. I'm
وزمن يا شرف الامر عدد يا ليتني يا حمد يا مصيف جاوي هكا والزمن يا شريف البيت خاويت يا كهرباء قلت بساوي وبساوي هلا فيها شوية لم نعلق التساوات أشكرك الشاعر وعازف الربابة سلطان المطيرات على هذه الوصلة الجميلة بهذا اليوم الوطني، وشرفتنا بقدومك. بكلمة أخيرة قبل أن ننتقل لضيفنا الكريم، من خلالك سلطان. أشكركم على هذه الاستضافة الجميلة في هذا البرنامج الجميل والأجمل والذي قدم الأجمل للمواطنين الأردنيين بشكل عام، وأشكركم على هذه الاستضافة الجميلة. صح لسانك. شكرا.